بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم قمة صينية سعودية وأخرى صينية خليجية وثالثة صينية عربية، حزام التعددية وطريق التعاون خارج هيمنة الغرب مع رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف